غريز الدجاج الابيض بيعشى في مكان على الاغلب كل 100 تقريبا بمبيضه بيعشقوا او ازود احيانا. بده ينتبه المربي بهالحاله هاي مشان الدجاج لو عشق بمكان ما يخنق بعضه. عشان من شان المعيشة، من شان ايش بربو الدجاج؟ من شان ايش؟ كنت اشتغل بالاول، اشتغلت بالزراعة وبعدين اشتغلت بالنول. قلنا لك ان هاي بلكي بتطلع احسن. اشتغل الدجاج العبي والصوف. لا انا اشتري جيب بضاعة صوف اعطيه بصوف واستلم عبي وبيقدمها للشام. بديت المشروع لانه المصلحه هذيك خفت، يعني ما بقى احد يشتغل بهالصنعه القويه اللي بدها. هاي انا انسب شيء يعني على اساس انه في يعني البلد بحاجه لهالشيء. هذا الدجاج مليح، وانا جبنا دجاج صرنا ندي المصاري بالفايده او نشتغل نعتمد. بديت مشروعي بالتعاون مثل ما قلت لك، يعني مع الاولاد بالتعاون. استعنا شوي دين من جماعة اللي محن مصاري، استعنا شوي قرض من الدولة بسيط يعني ما هذاك. والله شفت الناس، كل الناس عم تربي دجاج، عم تربي دجاج كرامة فنون الإنسان يمشي حاله، يعني كرامة معيشة للبلد. بعدها فكرت إنه وجودي في المستقبل يشكل عائق اقتصادي أمامي، لا سيما متزوج وإلي أربع أولاد طبعاً بدهم مصروفهم. هون فكرنا انه اذا خلينا عن اجره البيت توفر علينا يعني قسم بسيط من جهه، من جهه ثانيه اذا مارسنا اي عمل ثاني ممكن يدر علينا بعض الارباح ويعوض او يساعد للراتب يكون. يهمه انه يربح. فما دام المشروع يتوخر الربح يعني ذلك ان الدولة لا يمكن الا ان تربح، وبالتالي لا يمكن للدولة الا ان تؤمن الاعلاف اللازمة وتبيع البيض بسعر يمكن ان يؤمن لها ولو ربح بسيط، ونحن كقطاع خاص نرضى بهذا الربح البسيط اذا كانت الدولة تؤمن لنا كل متطلبات الدولة. ليش اللي بالمدينة اللي عنده بناية ب 40 50 الف بيعطوه 20 الف ليرة عليه؟ انا عندي بناء باكثر من 200 الف ليرة. أنا لو أعطيني بجوز أمن ذرة أو أعلاف لدواجني، ما أشتري اليوم بالسوق السوداء اللي حق الكيلو 135 كيلو. الحقيقة أنه القطاع العام ما بيزاحم القطاع الخاص، لأنه تربية الدواجن كتربية ناشئة في القطر، نحن نتمنى أن تكون الدولة شريكا لنا في هذه التربية، لأنه الشريك يشعر دائما بمتطلبات شريكه وبيشعر بآلام وآماله، ونتمنى انه الدولة تكون شريك مخلص لنا في تربية الدواجن. أعرب السيد سارس فانس وزير الخارجية الأمريكي عن أمله في إحراز تقدم بناء يستهدف تضييق شقة الخلاف بين الأطراف المعنية بقضية الشرق الأوسط. التلفزيون مشان ما اطلع برا، مشان ظل انتبه على الدجاج، ولو كنت صرت على التلفزيون نص ساعة عند التلفزيون وساعة عند الدجاج. طيب في عم تعمل سهرات وتلتقي؟ لا ما بطلع ولا بعدي، لأني غارز شغلي كله بالمجاني.
اليوم من احسن الغذاء ومن الغذاء الذي لا يستغنى عنه. اربع بيضات يوجد فيهم كميه بروتين كوقيه لحمه، وسعر البيض مظلومين نحن فيها. هو من الحرام بحق المربي يكون كيلو البيض بثلاث ليرات ونص، ما انه كيلو البصل وصلت ثلاث ليرات. لازم يرتفع سعر البيض حسب المواد الغذائيه. هاتينا ها 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 من يد الرضا جرعتك تبعث الجنون كيف يشكو من الظما من له بداية المصلحة. كنت أنا أشتغل على الدجاج. وقت اللي تطورت المصلحة طبعا ما بقدر أقوم بالمصلحة كلها، عم نحط عمال. كانت العمال بداية مثلا عام 74 كانت بحدود 200 ليرة العامل، 75 300 ليرة، 76 350، وعم ترتفع نسبة أجرة العمال. والله سابقا وقت اللي نبعث البيض يعني نعرف البيض اللي في عاد مشروع مشان نبيعه، يعني نبيع على تاجر المفرغ. نعم في صعوبة بس يعني ناخذ زيادة شوي أكسب مني. عندي وقت اللي يعني بدي العمل عندنا يتطور وسننزل الشام، بدي تاجر الجملة يضارب علي، واسطة انه يستورد من الخارج البيض، وصار عدة يعني خسارة علاني بسبب ان استيراد البيض من خارج القطر. قبل ما نبدأ بعملية الدواجن كان هناك أرباح للدواجن جيدة، أما في الآونة الأخيرة كان في عائق حول تربية الدواجن الأساسي الطعام، لأنه الأكل للدواجن صار يكلف كثير، ورخص الإنتاج صار ينعكس على المزارعين. جلالة الملك حسين أوقف دخول البيض للأردن من شأن المحافظة والصيانة للإنتاج الوطني عندهم. نحن نترجى من المسؤولين يكون حصانة لإنتاجنا. إذا أجا إنتاج بيض من برا يجب أن يكون بحد معقول حتى ما يزاحم البيض وما يضرب الإنتاج تبعنا. تزاحم الدجاج ككل جائع، طبعا الدجاج وقت اللي عم تعودوا على ثلاث وجبات من الأكل صباحا بتقدم له وجبة، طبعا بعد الليل بيكون مش سائق كثير الاكل، وقت بحط العلف فورا بيركض الدجاج بتزاحم فوق بعض البعض، هذا بيقرب الثاني واللخ بتخبص اللخ واللخ بتجي الثاني بيطيرها. السابق هو اللي طبعا الطير القوي البنيه هو اللي بيأمن هالشغلات. طبعا علي اشوف غيري عم تهني راضي بالي لا، لأن المشروع هذا اللي عم تفضل انت عنه هذا عنا نحن صعب يتحقق، لأن في مثل قول قرص الشرك ما نضج، ونحن جماعة بهالبلدة كل واحد منا بسبب ضعفني بهم ما يشتغل لبيته أزود من يشتغل للمجموع. وقت اللي بنحط ناسات يشتغلوا على هالعمل جاز ما تقوم بذاتها مضبوط بكون المشروع بيفشل، والشرك ما في من وراء إيراد. لو كان الشركة بينفع لتشاركوا كل اثنين على مرأة، خصوصا ببلدنا هاي الضعيفة. بهالبلد صعب. نحن بدأنا بمرحلة التعاون بتسويق الإنتاج باستيراد الأعلاف واستيراد الصيصان، وناجحة كانت معنا 100%. أما بالنسبة للتربية الجماعية صعبة تنجح. كينو حالي عدم من كتر هضانا كين لطرف في الوطن والأهل على الجدد. نحن بالنسبة يلي عنده مثلا كمية دجاج من 5000 وما فوق بظل محافظ وماشي بالتربية. هاي مصلحتنا صفت، ما عندنا مصلحة غيري. البناء شو بدنا نعمل فيه بقى إذا ما عندنا ما بدنا نعمل ربي في مداجن؟ ما عندي مشكلة غير مداجن. أساسا ما في استغني.
لان بلدني قلنا من توان لا صناعيه ولا تجاريه ولا زراعيه. أزد من الدجاجات ما فينا نشتغل. ما برجع للنول ولا باي شكل كان. لان النول عذاب، ملاقيين شغل الدجاج اريح علينا من شغل النول. بالنسبه للمربيين الصغار يعني بحدود ال 500 وما دون كان نهايته صفر. لانه مصلحه الدوله كمان عم تتطور. واللي عنده رأس مال كبير كمان عم يطوره. بالنسبة لي معي شهادة عموما.